السلام عليكم. المهم نحاول نجرب الطريقة الجديدة ديال التسجيل انطلاقا من التليفون هكذا. دونك نديرو تصحيح، نديرو تصحيح ديال واحد الفرد الاول. دونك ديجا انا كنت كتبت التصحيح ديالو، غير نمشي للجروب ديال الواتساب اكس وان. دونك نمشي نشوف الفرد، نلقاه غالبا هنا. دونك دوكيمون فين نلقاه؟ يا ربي يا ربي. دونك لا ماشي هنا، كنمشي عند لي زامي، نمشي عند لي زامي باردون. دونك فوالا، دونك هنا نلقاه. دونك كوريجي دوفوار ليبر، كوريجي لا قبل منو خصني الدوفوار بعدا. مي بان وخنا نشوفوه ديريكتومون. فوالا، دونك عندك هنا واحد لا فونكسيون كيما كتبان لك هنا، ولا كيسيون هو نشوفو يعني هاد لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي اكس اس 4 ناقص واحد على اكس زائد واحد، لكن اكس خالف ناقص واحد، و اف ديال ناقص واحد كتساوي ناقص ربعة. نشوف واش كونتيني في ناقص واحد. دونك عندنا ليماج هي ناقص ربعة. بالنسبة لا ليميت، لا ليميت كتعطي زيرو على زيرو بشكل غير محدد. دونك الفكرة شنو هي؟ هو خصك تعمل وتختازل. دونك تعمل وتختازل. دونك هاديك اكس اس ربعة ناقص واحد تقدر دير قسمة اقليدية، وإلا بكل بساطة هي متطابقة هاما اكس وكاري وكاري ناقص واحد وكاري اللي كتساوي اكس وكاري ناقص واحد عامل اكس وكاري زائد واحد، واكس وكاري ناقص واحد بالدور ديالها هي اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد، كل شيء عامل اكس وكاري زائد واحد. كترجع لا ليميت ديالك، يعني هادشي غادي ناقص واحد كتختزل باكس زائد واحد، كيبقى لك هنا غير اكس ناقص واحد عامل اكس وكاري زائد واحد. دونك هذا فورم يعني ديتيرميني، كتعوض ناقص واحد ناقص واحد واحد زائد واحد اللي هي ناقص جوج في جوج ناقص ربعة، وهاد ناقص ربعة هي نيت اف ديال ناقص واحد. دونك دير الاستنتاج ديالك باغ كونسيكون ولا دونك ولا شي حاجة هكدا. اف كونتيني او زيرو تيكال ناقص واحد. دابا عندنا فونكسيون اخرى جديدة كيما كتشوفو معايا هنا، هي هادي. دونك جيدو اكس كتساوي الغاسين ديال اكس زائد تخوا موان دو على اكس او كاري بليس دوز اكس موان تخوا. x سوبيريور بيان سور موان 3 لان داخل الغاسين ديما موجب، و x تخالف واحد من طبيعة الحال. دونك لا كيسيون كونتينيتي اون 1. دونك اون اج دو 1 هي موان 1 سور 16 لسيفي، نحسبو ليميت يعني ملي يمشي x ل 1 ديال هاد لا فونكسيون. فوالا، دونك لا عودتي كتلقى زيرو على زيرو بشكل غير محدد. دونك الحل الوحيد اللي عندنا هو الكونجيغي المرافق، كضرب مرافق الفوق والتحت، اي الفوق كتختازل ا ناقص ب عامل ا زائد ب، دونك كتبقى هي اكس زائد 3 ناقص 4 اللي هي اكس ناقص 1 على اكس ناقص 1 عامل اكس زائد 3 عامل داكشي ديال الكونجيغي. دونك كتمشي داك الزيرو اللي داير لنا المشاكل اكس ناقص 1 مع اكس ناقص 1، وكتبقى 1 على اكس زائد 3 عامل داك المرافق، ومن بعد صافي تعوض. يعني هي 1 ل 4 في 4 1 ل 16، هاد واحد لسطاش ماشي هي ناقص واحد لسطاش، اطونسيون. دونك تخالف عند واحد، كتقول بان هاد الدالة بكل بساطة غير متصلة، إلي ديسكونتيني و إكس زيرو تيكال موان زيرو. بالنسبة للدالة التالتة هي بحال هاد الشكل هدا، هنا ماشي نيتيديو الكونتينيتي، مي هو قالك بان هاد اش راها كونتيني، وحدد داك ام اش دي دو. دونك باش تكون كونتيني شنو كيكون عندنا؟ كتكون عندنا لا ليميت في الدو كتساوي ليماج. دونك هادي هي ليكواسيون لي غنجبدو منها لي غنكوني ام. دونك نحسبو لا ليميت في الدو ديال اش دو اكس، الطرف في المرافق هكدا يعني تختازل. فوالا تطا تطا تطا. دونك شنو يبقالك؟ يبقالك هي اكس و كاري زائد دو جيكس زائد ربعة على غاسين ديال اكس و تلاتة زائد واحد زائد تلاتة. لا عاودتي 4 زائد 4 زائد 4 3 زائد 3 12 6 هي جوج. دونك هذيك جوج راه هي ام اكزاكتومون، هي ام. دابا نمشي ونمشي ليكزيرسيس 2. ليكزيرسيس 2 عطيك واحد البولينوم، قال لك اسيدي بين بان ستريكتومون كخواسون. دونك شنو كدير؟
كتمشي هنا كتحسب المشتقة مهما يكون اكس من ار، الشقاق ديال اكس اس 5 اللي هو 5 5 اكس اس 4، اكس اس 3 هي 3 اكس كاري، 2 اكس هي 2، وهادشي الكاري الكاري موجب، هادشي موجب يعني هادي راه ستريكتومون كرواسون. من بعد يقولك تبين بان ادمي انيك سوليسيون الى اخره في 0 1. دونك هاد لا فونكسيون كونتيني علاش؟ لان فونكسيون بولينوميال داله حدوديه، كونتيني سور ار بيان سور تكون كونتيني سور 0 1 اللي هو ضمن ار. ولا حسبتي اف دو 0 كتعطيك عدد سالب ناقص 3، اف لو 1 كتعطيك 1 اللي هو عدد موجب، دونك الضرب ديالهم سالب. يعني تيوغرام ديال لي فالو انترميديير كتعطينا بان يوجد على الاقل حل واحد اللي هو اف دو اكس تساوي 0. بعد ديكوتومي، ديكوتومي نحاولو داك المجال نصغروه، دونك كتحسب المركز ديال 0 1 و 1 على 2 وكتحسب ليماج. دونك حنا عندنا اف دو 1 موجب و اف دو 0 سالب، كتحسب اف دو 1 على 2 خصك تلقاها يعني هذيك الاشاره العكس ديال اف دو 1 على اف دو 0 باش تبقى ديما في الطيغون ديال فالور انترميديير. المهم اف ديال 1 على 2 كطيك ناقص 53 ولا 32 سالبه، دونك كتمشي مع الموجب هذاك المجال، ناخذ 1 على 2 1 نفس القضية ثاني، ديك واحد على جوج واحد نقسموها، السونتر ديالو ثلاثة على أربعة، تحسب ثلاثة على أربعة سالبة، دونك ناخدو ثاني ثلاثة على أربعة واحد، وهنا الساعة تكون 0.25 يعني الكاباسيتي، إيوا ناغيط فوالا. بالنسبة ليكزيرسيس لاخر، عطاك هاد لافونكسيون اف دي إكس، إكس زايد أربعة غاسين دو إكس، كالكيلي لي ليميت أو بورن، بليس لانفيني راهي بليس لانفيني، لأن بليس لانفيني زايد بليس لانفيني هي بليس لانفيني، خلاص ديرو اف راهي زيرو بليس لانفيني. غنبينو بأن كونتيني راه كونتيني، لأن غاسين دو إكس كونتيني كوم غاسين كاغي ولا فونكسيون إيغاسيونيل، ضربناها في عدد تلقى كونتيني، وزدنا عليها بولينوم إكس زايد واحد كونتيني في إر، دونك هاد لافونكسيون تكون كونتيني كوم سون دو فونكسيون كونتيني. بالنسبة لمونتخيو ستريكتومون كرواسونت، خصك تحسب الديريفي، الديريفي ديال إكس هو واحد. ربعة كتخرج خلاص لأن كونستون، كتبقى الديريفي ديال إكس لي واحد على جوج جذر إكس، دونك هادشي أون فان دو كونت يعطيك واحد زائد جوج على جذر إكس، هادشي موجب، دونك إف ستريكتومون كرواسونت. نبينو بأن أدمي فونكسيون ريسيبخوك سي سامبل، بما أن ستريكتومون كرواسونت و كونتيني، دونك راه أدمي فونكسيون ريسيبخوك في زيرو أ في إف ديال زيرو أ إف دو إي، لي إف دو زيرو هي واحد، و ليميت بليس لانفيني هي بليس لانفيني. دابا في هذاك المجال واحد بليس لانفيني اللي غتكون فيه ايكغيك و اكس في زيرو بليس لانفيني، نحدو اف موان زان دو ايكغيك، دونك اف موان زان دو ايكغيك هي اكس. حنا باش نلقاو اي، باش نلقاو اف موان زان دو ايكغيك سيفي تلقى اكس، وباش تلقى اكس خصنا نحيدو ديك اف موان زان، دونك ندوزو ليكواسيون ايكيفالون ديالها اللي هي ايكغيك كتساوي اف دو اكس، و اف دو اكس كنعرفوها مزيان اللي هي اكس زايد 4 جذر اكس زايد 1 تساوي ايكغيك. هنا غادي نحاول نكتبو على شكل متطابقة، هي جذر إكس أو كاري اللي هي إكس زائد جوج جذر إكس في جوج زائد جوج أو كاري ناقص جوج، دونك هادشي يعطيك هو جذر إكس زائد جوج كلشي أو كاري ناقص ثلاثة كتساوي إكريك، يعني جذر إكس زائد جوج كلشي أو كاري كتساوي إكريك زائد ثلاثة. باش نحيدو الكاري غنديرو الجذر على كلشي لأن داكشي موجب، دونك غتبقى لنا شنو، جذر إكس زائد جوج كتساوي جذر إكريك زائد ثلاثة، دونك جذر إكس كتساوي جذر ديال إكريك زائد ثلاثة ناقص جوج، خصنا نحيدو الجذر نرفعو كاري، دونك يبقى لنا إكس اللي هو جذر ديال إكريك زائد ثلاثة ناقص جوج كلشي كاري، وهذاك هو إف موان زان دو إكريك. وحنا قلنا لا فونكسيون ولفنا نسميوها إكس، بدل إكريك بإكس، مي داك الإكريك فيكسيه ديما في الجي. فوالا بالنسبة لي ليميت، يعني عندك هاد واحد ناقص غاسين تخوازيم ديال واحد ناقص إكس على إكس بويسك فورم أنديتيرميني، وعندك تسمى بحال أ ناقص بي، أتفكر باش تحيد الكيب يعني خصك حاجة بويسونس تخوا، دونك أ ناقص بي تفكر في المتطابقة العامة اللي كتك أ أوس ثلاثة ناقص بي أوس ثلاثة، يعني كضرب في أ زائد أ أو كاري زائد أ بي زائد بي أو كاري، ومن بعد تختزل يعني يعطيك هنا هي واحد ناقص واحد ناقص إكس اللي هي إكس على إكس مضروب في داكشي، دونك يبقى غير واحد على داكشي اللي هي لا عاوتاني هي واحد على ثلاثة، واحد زائد واحد زائد واحد. بالنسبة بليس لانفيني سي سامبل، غتعوض تك فورم انديتيرمين، دونك هنا ضروري خصك تضرب في الكونجيكي، والكونجيكي قلنا ديال أ ناقص بي هو أو كاري زائد أ زائد بي،
كيعطيك اوس 3 ناقص بي اوس 3 لا تختار زيرو تبقى هي ناقص اكس على داكشي لتحت. بعد تقدر تعمل باكس و دونك شنو يبقى في الاخر، يبقى هاد ليكسبريسيون هذا كوم فو فوي سي لي بيان سور غادي للزيرو، لان هادشي غادي لواحد بليس لانفيني، هنا واحد دونك بليس لانفيني مع بليس لانفيني المقلوب ديال بليس، يعني واحد بليس لانفيني زيرو. بالنسبه للاوردر ديالهم باش كلاسيهم خصك دير لهم ميم رتبه، الرتبه هنا ديناهم كامل 30، يعني البي بي سي ام مضاعف مشترك ديال 6 و 15 هو 30 وكتكادري عادي. بالنسبه للايكواسيون اول حاجه خصك دير دومين دو فاليتي، يعني خص اكس زائد واحد تكون كبر من تساوي زيرو، واحد ناقص اكس كبر من زيرو، هذا الشيء غيكون فري في المجال ناقص واحد واحد مسدود. من بعد عادي يعني رفع هذا الشيء اس 3، غيبقى لنا في الاخر شنو الجذر زائد الجذر كيساوي زيرو، الجذر مربع الجذر يعني موجب، يعني خص هذا يساوي زيرو هذا يساوي زيرو. يعني غنصدقوا في معادله بساط، يعني اكس زائد واحد تساوي زيرو ولا واحد ناقص اكس تساوي زيرو، لي سوليتي هما واحد وناقص واحد. بالنسبه للمتراجعه نفس الشيء، كنقلبوا على الدومين دو فاليديتي ديال لينيكواسيون، يعني خص اكس زائد واحد يكون كبار او يساوي صفر. ومن بعد كتحدد كتحيد غاسين كيبي كترفع اس 3، كتبقى اكس زائد واحد صغر من 8، دونك هنا كيبقى صافي المتراجعه ديال الكولاج، يعني اكس صغر من 7. وكتكتب لونسومبل سوليسيون انتر مع لانترسيكسيون مع الدومين دو فاليديتي. فوالا دونك هذا كان غير بالتجريبي هاد القضيه ديال كنقرا في ليكرون، ما عرفتش الا كاين شي ملاحظات لا دخليوها، وتبارك الله عليكم.